مجدد الحزن في العشرين من صفري في ردات رؤوس الآل للحفري آل النبي التي حلت دماؤهم في دين قوم جميع الكفر منه بريء ضجوا لسفرتهم وابكوا لرجعتهم لا طبت من رجعة كانت ومن سفري وسلهم عن رؤوس الآلهة المشفت دماؤها أملهت تقطير كالمطر وسال أرأس حسين غاب رونقه أم نوره مخجل للشمس والقمر واستحكي عن شعرات في كريمتي فديت طلعة ذاك الشيب في الشعر وسل عن اللؤلؤ المنظوم في فمي يا شاعر كسروا أسنانا وسأل عن اللؤلؤ المنظوم في فمه لعله بعد قرع غير منتشر زائري بقعة أطفالهم ذبحوا وانت ما انت مشتاقة الجسد في الجسد هنا لكن الروح هناك ويا الزوار يا زائري بقعة أطفالهم ذبحوا منها خذوا تربها كحلان إلى البصر ولهفة لبنات الطهر حين رنت إلى مصارع قتلان والحفر سوى الزنب أخواتها رمينا بالنفس من فوق النياق على تلك القبور بصوت هائل ذعري فتلك تصرخ وجداه وأبتا وتلك تصرخ ويتمى في الصغر لكن لا تدفن الرأس إلا عند مرقدي فإنه روضة الفردوس والزهري يا دافن الرأس
الناس عند الجثة تحتفظ بالله لا تنثروا تربا على قمري. شوف قلبك ويا هذا البيت رشوا على قبره ما أنفى صاحبه. قال عليك يا ابو علي رشوا على قبره ما أنفى صاحبه معطشوا بللوا أحشاك بالقطر لا تخرجوا أسهما في جسمه نشبت خوفا يفور دم يطمو على البشر لا تدفن الضيف إلا عند والده. بعد صغير ومتعود على اليوت لا تدفن الضيف إلا عند والدي فإنه لا يطيق اليوت في الصغر لا تدفنوا عنهم العباس مبتعدا فالرأس عن جسمه حتى اليدين بري. نادت زينب على النساء والأطفال كل مسافر سيرجع إلى أهله بهدية بتحفة شنسوي يا زينب خذوا لكم من دم الأحباب تحفتكم وخاطب الجد هذه تحفته السفرين.